لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن عقوبات تاركي صلاة الفجر أو مؤخري صلاة الفجر، وقلنا قبل كده أن تارك الصلاة ليس المقصود به الجاحد. يعني عندنا واحد بيقول إن مفيش حاجة اسمها صلاة، ماشي كده، ده يبقى اسمه إيه؟ صح، جاحد. إيه حكمه؟ كفر، مخرج من الملة. ده مفيش فيه خلاف بين العلماء حتى لو صلى. إزاي حتى لو صلى؟ لأن هو بيقول مفيش حاجة اسمها صلاة، بس بيصلي خوفا من السيف، لأن حده في الشرع لو في تطبيق شريعة إن الحاكم يجيبه ويعرض عليه الصلاة، يقول له صلي، لو ما صلاش يقتل. لو هو بيقول في حاجة اسمها صلاة بس أنا ظروفي ووقتي ومشغول ومش عارف إيه، هيقتل برضه. طب إيه الفرق بين قتل ده وقتل التاني اللي بيقول مفيش حاجة اسمها صلاة؟ اللي هيقول هياخد هدية، ده هيقتل وده هيقتل، إيه الفرق بين القتلتين؟ ها؟ 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 صح، يبقى الإجابة صح فعلا، جزاكم الله خير. يبقى فيه هدية هنا. الأولاني هيقتل ردة، يعني مرتد عن الإسلام، اللي هو بإيه؟ بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة. والتاني هيقتل حدا. يعني ايه يقتل حدا؟ زي مسلم سرق، بيتعمل ايه في ايده؟ طب لو مسلم قتل عمد، يبقى فيه ايه حكم ده؟ القصاص. ما انا عارف، بس الحكم القصاص. طب القصاص ده لو اتقتل هيتقتل هو كده يبقى كافر ولا مسلم عاصي؟ يعني يغسل وايه؟ ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن المرتد ده خلاص ما مش تبعنا، مش هيدفن معانا اصلا ولا هيتصلى عليه جنازه. زي واحد سب ربنا ومات على كده، او سب النبي صلى الله عليه وسلم ومات على كده، ما تابش، ماشي. او بقى مش موضوع بقى صلاه بس، واحد بيستهزئ بالشرع، بيستهزئ بالدين، بيطلع نكت على النار وعلى الجنه وبتاعه مش عارف ايه، بيستهزئ. خدت بالك؟ يقول لك ده احسن ناس عايشه دول الامريكان والاجانب، عندهم النساء واخدين راحتهم، ماشيين مش لابسين، واخد بالك، والدنيا كده ايه، ها؟ فيا ريت المسلمين يبقوا زيهم، واخد بالك. فانت تيجي تكلمه ازاي ده ناس كفره وكذا وكذا وكذا، يقول لك يا عم كفر، يعني ما تقوليش بقى كفر وبتاع، هم احسن مننا يا عم. ازاي؟ يقول لك حتى ولو احسن برضه مننا، ومش موضوع بقى دين ايه، وقعد بقى دخل في موضوع كده، ده خلاص ده طلع من الملة والعياذ بالله تعالى. لكن احنا المسألة اللي عايزين نوضحها مهمة جدا. احنا بنتكلم بقى في واحد ما بيقولش كده، هو بيصليش الفجر بس بيقول والله انا بتروح عليا نومة، انا ظروفي، انا ببقى تعبان، انا ما بعرفش اصحى. ده بنسموه بقى تارك الصلاة المتكاسل. ده هنشوف هل هو خد بالاسباب. ايه اسباب دي؟ يعني اقصد ايه الاسباب؟ اسباب انه يقوم ليه؟ للصلاة. ولا هو اصلا من البدايه ناوي ما يقومش، ناوي ما يقومش، يعني هو نايم وناوي انه مش ايه، مش هيقوم. اهو ده العلماء المختلفين فيه، ما بين اللي يقول ده كفر اكبر وبين يقول كفر اصغر، والجمهور على انه كفر اصغر. لكن ده موضوع خطير مش سهل، ان الانسان يبقى اسلامه او ارتباطه بالدين محل خلاف بين العلماء، ده مش سهل. فعشان كده خدوا بالكم، لان الذنوب مش كلها زي بعضها، في ذنوب كبائر وفي صغائر، والكبائر نفسها بتتفاوت، في حاجه اكبر من حاجه، تمام. طيب العقوبه التاسعه، المتهاون بالصلاه مضيع لعهده مع الله. المتهاون بالصلاه، اكتبوا في ظهرها بقى او تحت او كده، شوفوا انتوا. المتهاون بالصلاة مضيع لعهده مع الله. المتهاون بالصلاة مضيع لعهده مع الله. ايه موضوع العهد ده؟ حد يقول لنا حديث فيه؟ حد يقول لنا حديث في موضوع العهد؟
لا مفيش ألم أطخن من ده. ها إيه لموضوع العهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. حديث ده مهم جدا. إيه بقى اللي يحصل؟ كان له على الله عهد أن يغفر له. والله جميل أوي. معايا ولا معاه؟ خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن. أحسن وضوءهن يعني إيه؟ إزاي يعني؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتعلم ازاي الرسول كان بيتوضى وايه وتتوضى زيه. من احسن، هو الشتاء دخل عندكم ولا لسه؟ ها من احسن وضوءهن، هنا صيف وهنا شتاء، وايه من احسن وضوءهن وايه الحته اللي جايه دي مهمه قوي، ايه وصلىهن لايه. طب دي فيها ايه بقى؟ مش ان انت تصلي بمزاجك بقى، لما اصحى اصلي، او اجي مثلا من الشغل اقول اصل انا ايه اريح شويه وبعد كده اقوم اتغدى لا، في وقت ليها. انت بتقوم بقى تلاقي المغرب خلاص ودخلت في وقت التحريم، لا انت تصلي الصلاه في وقتها لان انت مامور بكده. شوف الصوت ده: من احسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن. ايه اللي بعديها؟ واتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. يبقى هنا حاجتين مهمين جدا، ايه مين يقولهم؟ لا ايه حاجتين مهمين جدا، الجسم والروح، الظاهر والباطن. لان قال ايه؟ اتم ركوعهن وسجودهن، واللي جوه ده ايه بقى؟ الخشوع. ودي مشكلة كتير مننا أو كلنا بنعاني منها، إنه يقول لك أنا أخش الصلاة وبسرح، أخش الصلاة وأفكر في الماتش، شوف مين اللي كسب ومين اللي هيكسب، طب هما دول يكسبوا هيعملوا إيه ودول مش عارف إيه. صح، آخر ماتش كان إمبارح باين، مش كده؟ ماشي ماشي، ما تقولوا ما تخافوش. فيقف في الصلاة بيفكر مثلا عنده امتحان بكرة، يقعد يحل المسائل في الإيه؟ في الصلاة. خدت بالك؟ استغربوا ليه؟ في واحد بيحط التلفزيون في القبلة عشان ايه؟ هو بيصلي ايه؟ يتابع. اصل ما لو في جون دخل ولا حاجة هتبقى مشكلة. والله انا بحكي لكم حاجات حصلت، فدي مشكلة. ويقف في الصلاة مثلا يفكر في الخريطة بتاعت الدراسات والحتة اللي فوق دي ايه، ومش عارف القارة القطبية مش عارف ايه، ومش كده. طب انت كده الصلاة، انت حظك من الصلاة على قدر الخشوع فيها. يعني خشعت 80% يبقى ليك اجر 80%، خشعت 10% يبقى اجرك كام؟ طب ما دي خطيره دي، يبقى عايزين نظبط الخشوع شويه. وممكن ان شاء الله بعد ما نخلص موضوع صلاه الفجر نخش على موضوع الخشوع بقى، ازاي نخشع في الصلاه. في حاجات بنعملها قبل الصلاه، وحاجات بنعملها في الصلاه، وحاجات بعد الصلاه. بمجمل الوسائل دي تطلع بالصلاه الايه؟ الخاشعه. لا مش الصحيحه، فرق بين الصلاه الصحيحه والصلاة الخاشعة، إيه الفرق؟ الصلاة الصحيحة أركانها موجودة واجباتها، وحتى ممكن السنن، خدت بالك؟ لكن الصلاة الخاشعة يبقى فاهم هو بيعمل إيه؟ معنى كده يبقى في روح في الصلاة، في خشوع. يبقى خمس صلوات تاني افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن. معايا؟ مش كده؟ وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد. طب دي تخوف. يعني انت لما تبقى جاي مثلا المحكمة وعارف ان في محامي ولا اتنين ايه متر، عارف ان ايه في محامي ولا اتنين معاك فين في القضية هيدافعوا عنك، دي بتديك ايه؟ شوية اطمئنان شوية معنا. لكن ده داخل لوحده وملخبط الدنيا ومش عارف، والاوراق مش عارف ايه، بيبقى قلقان ومضطرب. طب احنا مش هنشبه بقى، هنقول ولله المثل الاعلى. انت بقى لما تبقى جاي يوم القيامه ومعاك عهد اللي انت مغفور ليك وتخش الجنه، ايه رايك فيها دي؟
واحد تاني جاي ملوش عهد عند ربنا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أهو بص، فليس من لم يفعل فإيه؟ ما يسرحش. فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وده في صحيح الترغيب والترهيب. في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد إيه؟ أن أدخله الجنة. ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها، إيه العقوبة؟ فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت إيه؟ غفرت له. والحديث حسن. يبقى العقوبة رقم 9 أن مؤاخ إيه قلنا قلتوها إيه؟ المتهاون بالصلاة مضيع لعهده مع الله. العقوبة الأخيرة اللي هي رقم 10 أنه عرضة للحرمان من السجود يوم القيامة. أنه عرضة للحرمان من السجود يوم القيامة. مين ده؟ أنت معاذ صح؟ إيه ده اللي حرمان من السجود يوم القيامة؟ إيه الموضوع يعني؟ فهو الإنسان مش هيبقى يصلي، مش هيعرف، مش هيقدر. ها؟ مثلا لو هو جاله جزاك الله خير. طب مين اللي قالك دي؟ مين اللي قالها لك؟ سمعتها من مين المعلومة دي؟ الشيخ مين؟ وقال فيها موضوع الشلل النصفي ده؟ أيوة، كان هو بينط تقريبا، هو بينط تنطيط حلوة في البحر، فهو بينط جابوا شلل نصفي فجابوه على الهواء، قال له نصفي يعني. ماشي، بس أنا بتكلم على يوم القيامة. موضوع الشلل النصفي ده ملوش دعوة بيوم القيامة. ماشي، انت كده عشان ما ندخلش الامور في بعضها. احنا بنقول المتهاون بالصلاة عرضة للحرمان من السجود يوم القيامة. العجيب ان كلكم حافظين الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يوم القيامة كما في الحديث حين يكشف عن ساق، المؤمنون الصادقون الذين كانوا يصلون لله عز وجل في الدنيا يسجدون له. في وسط المؤمنين في مين؟ المنافقين. لا، الكافرين خلاص وقعوا في النار، ملناش دعوة بيهم. في وسط المؤمنين في المنافقين، فييجوا يسجدوا ايه؟ ما يعرفوش، يخرون على أقفائهم. يعني ايه؟ تعرف لما واحد اكنه جبناه كده وربطنا خشبة من راسه لرجليه، خشبة في ظهره كده طويلة، يعرف يوطي؟ هو يجي بقى عشان يسجد فيصير أو فيعود ظهره كما في الحديث طبقا واحدا، ما يعرفش يسجد لأن هو منافق والعياذ بالله تعالى، وكان مستخف بالصلاة في الدنيا، وكان ممكن يظهر للناس أنه بإيه؟ بيصلي ومسلم، لكن في جواه مش كده، زي ما قلنا في الاتصاف بإيه يا أستاذ؟ بصفات المنافقين. فيجي ده مفكر بقى ان هو زي ما ضحك على الناس في الدنيا هيضحك برضو على الناس يوم القيامة، ويضحك على ربنا برضو ويخش الجنة لا، فيتفضح بقى، فيجي عشان يخير يسجد مع الناس فيروح واقع على قفاه، يبقى فضيحة بقى والعياذ بالله. فاللي يترك إجابة المؤذن في الدنيا وهو صحيح سالم من الموانع والعياذ بالله تعالى، يعرض نفسه للاتصاف بصفات المنافقين، فإن كان كذلك فهو عرضة لأن يحرم من السجود يوم القيامة ويكون مع المنافقين ويفضح يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. فضيحة يوم القيامة دي يا شباب ما هيش سهل. خدت بالك إن الإنسان بيبقى في الدنيا حريص إنه يستر عورته ويستتر عن الناس، طب ما بالك بقى لما الإنسان يفتضح يوم القيامة؟ فضيحة والعياذ بالله تعالى ليست كأي فضيحة. ساعتها يتحسر، ولكن لا ينفع الندم، وأنذرهم يوم الحسرة كما قال الله عز وجل. العقوبة رقم كام؟ هم 10، بس أنا زود لكم واحدة كده. أن التهاون بالصلاة من أعظم المصائب. أن التهاون بالصلاة من أعظم المصائب. مين يجيب لنا دليل عليها وياخد اسمها ايه دي؟
يا مورو انت. ها يعني ايه مورو؟ مورو يعني مزيد يعني مور مور فريندس وكده. ها طلعوا مش عارفين، ما تاكلوش حاجه مش عارفينها عشان ما ايه ما تضركوش. ما انا قلت ان تارك المتهاون بالصلاه وقع في ايه؟ قلنا التهاون بالصلاه من اعظم المصائب. ايه بقى من المصيبه؟ ايه المصيبه؟ هتتكلم ولا اتكلم انا؟ ده حديث صحيح. ها لا ده بقى حاجه انت وكتير من الناس ما يتخيلهاش. لو تخيلنا عندنا انسان عنده شركات او مصانع، صاحب رؤوس اموال، خدت بالك؟ فالمكان اللي هو فيه زي ما سمعته كده من كام اسبوع، حصل ايه من الشتاء؟ عمل ايه في بعض البلاد والقرى؟ غرقت. وفعلا احنا شفنا حاجات زي كده بالفعل. مثلا لما تقف كده بيبقى شايف الارض كده، الفدادين كده قدامك، وفي نص القريه بيبقى فيه البيوت مثلا بتاعت القريه، الفدادين كلها متغطيه ميه. يعني مش موضوع بقى ان الميه زي، لا، الفدادين كلها مليانه ميه، الزرع كله باظ. طب الميه ما تسربش في الترعه ليه؟ ما هي الترعه بنفس مستوى الميه اللي في الارض، تخيلوا يعني. خلاص البيوت برضه نفس الكلام، الميه داخله جوه، الناس طلعت اللي قاعد في الدور الثاني وعشان ينزل حاطين خشب يمشوا عليه، او طلعوا سابوا اماكن خاصه وقعدوا في الصحراء. طب انا عايزك بقى تتصور معايا ان الموضوع ده حصل لواحد صاحب رؤوس اموال، المصانع بتاعته والشركات والاعمال والفلوس والسكن بتاعه بعياله، كل ده صحي من النوم في يوم لقى كله بح، ولا في شركات ولا رؤوس اموال ولا اولاد ولا زوجه، ولا بقى لوحده في الدنيا. معايا؟ الو يا ابوي. بقى ايه؟ ما حلتهوش حاجه. لما يقف على الخبر ده او يوصل له الخبر ده، انت متخيل يحصل له ايه؟ مش صح كده؟ اقل من كده والناس بيجي لها ازمه ويجي له مش عارف ايه في قلبه ويموت ويطب ساكت، مش بيحصل؟ طيب بقى الحديث بقى بيقول لنا ان اللي يترك صلاه مصيبته اكتر من المصيبه ان الانسان يفقد الاهل والمال. حد عرف الحديث؟ من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر دي بالتاء ولا بالطاء؟ بالتاء. من إيه؟ مأخوذة من الإيه؟ لا البتر غير الوتر. لا ركز، الخطوط دخلت في بعضها كده. الوتر، صلاة الوتر. ليه اسمها كده؟ صلاة الوتر ليه سموها كده؟ عشان هي مفرد، سواء صلى ركعة ثلاثة خمسة. فما يبقى إنسان حيوتر بقى، وتر أيوة بقى لوحده سنجل، يعني فقد الأهل وفقد المال وفقد كل حاجة وبقى إيه؟ بقى لوحده. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني اللي ساب الصلاة وتركها زي الشخص ده. طب أنتوا متخيلين الشخص ده يبقى حاله إيه؟ طب خد بقى حديث، هتقولي طب ما ده صلاة العصر بس. لا، في حديث بقى تاني في صحيح الطريق والطريق بيقول ايه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. من فاتته صلاة، يا عم هات قلم على حسابي. الكسل ده ما بحبوش، خلي بالكم. في ناس برضو قاعدة بتتفرج وده مش هينفع معايا، يا تهتم وتحضر والورقة والقلم وتكتب أو الكراسة، يا تقعد في بيتكم. مفيش هزار في المواضيع دي، اتفقنا؟ عشان لو روحت حد المرة الجاية ما يزعلش. من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقدهم وصار فردا. فالموضوع خطير يا شباب، ما هوش سهل. موضوع اللي هو يفوت الصلاة عمدا ده أعظم من اللي فقد أهله وماله. خصوصا سبق معانا لو تفتكروا في الفضائل بتاعت صلاة الفجر، ركعة الفجر إيه؟ خير من الدنيا وما فيه. لو قلنا خير من تليفون كام احدث حاجه دلوقتي؟ ها قول عشان اقول زيك، وانا غلبان. نوت 5
بكام؟ بكام؟ 7 ايفون 7. طيب ما نزلش لسه ماشي. طب لو قلنا صلاه الفجر هتاخد تليفون اوعى رجلك، صلاه الفجر هتاخد تليفون من النوع ده هتنام؟ لا والله ما بهزر، لو فعلا عملناها كده اللي هيصلي الفجر شهر كامل في المسجد ها مش هياخد تليفون اللي انتوا قلتوه ده. هي يا رضواني ايه الموضوع؟ مش هينام الشهر كله، ده صدق ده حقيقي، احنا ما بنقول كده فعلا ما بنهزرش. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خير من الدنيا وما فيها، الدنيا من يوم ما ربنا خلقها اليوم الايام فيها كم تليفون وفيها كم عربيه وفيها فلوس قد ايه، لو صليت السنه بس بتاعه الصبح خير من الدنيا وما فيها، امال بقى اللي يصلي الفرض يبقى ثوابه قد ايه؟ شوف بقى اللي بيضيع بقى، عدى عليك كام يوم وانت ضيعت صلاه الفجر وضيعت سنه الفجر، خسرت حسنات قد ايه. عشان كده يا شباب عايز اختم واقول لكم اللي باقي من حياتنا يا دوب يعني ما يكفيش للاعمال الصالحه، يعني يا دوب يعني حتى نقول يكفي بالكاد زي ما بيقولوا اللي انت تجتهد في الاعمال الصالحه عشان تدخل الجنه. ما عندكش بقى وقت تضيعه في المعاصي، ما عندكش وقت تضيع وقتك تضيعه بلا فائده، خليك انسان عظيم عايش لهدف اللي انت تبقى انسان محسن في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، تبقى انسان متفوق في عملك وفي دراستك، خد بالك يبقى جمعت بين الخيرين خير الدنيا وخير الاخره، معنى كده ما فيش تعارض. بعضكم اقابله ايه يا ابني ما بتجيش الدرس ليه؟ ها محمد يوم اصل الدروس واصل الزحمه واصل، هو انت لما تخش القبر بتاعك هتلاقي في اسئله الملائكه حضرت درس الكيمياء ولا لا، حضرت درس الدراسات ولا ما حضرتوش، رحت المعهد ولا ما رحتش، رحت المدرسه ولا غبت، هتلاقوها فيها دي. قول لي اه بقى ما الدراسه ملهاش لازمه بقى وعايزنا نطلع متخلفين، انا ما قلتش كده، انا عايزك تبقى من الاوائل، لكن ده ما يجيش على حساب دينك. تصليش الفجر اصلا انا كنت بذاكر، واخد بالك ما احضرش الدرس اصل عندي مش عارف معهد، لا طب ما تترتب، ما انا لما اروح ارتب المعهد بتاعي والدروس بتاعتي اشوف حاجات ما تتعارضش مع مواعيد الصلاه ابتداء، ولو عرفت ارتبها برضو مع الدروس ارتب، ولو حصل فرضنا تعارض يبقى عندك اهتمام تيجي بعد كده خدته ايه وتكتب وتذاكر. طب لو سمحت انا مش فاهم دي، طب دي يبقى عندك اهتمام، لان انت هتخش القبر بتاعك هتتسال من ربك ما دينك من نبيك. لو انسان كان بلغ اعلى درجات الدنيا بس كافر مش هينفعه ده في القبر، لكن اقل الشهادات حصلها بس مؤمن هيعدي. انا بقى عايزك تحصل اعلى الشهادات وتهتم برضو بدينك وترتب، ما يبقاش في تعارض بين دي وبين دي، زي ما بعضكم كده في شباب انا عارفهم بييجوا يصلوا معانا الفجر كل يوم، وبعضكم بيصلي الفجر ويقعد كمان يسمع قران كل يوم، وبرضو مع هو برضو بيدرس زيكم، يعني مش جاي من كوكب تاني يعني. فانت ما تعملش مشكله من لا مشكله، حاول ترتب وقتك وتنظم وقتك ما بين العباده وما بين المذاكره، عشان انت مش هتعيش مرتين هي مره واحده. بقى لنا 10 وسائل تعينك على المحافظه على صلاه الفجر، دي هنقولها الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.